بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنحل الشيت الخاص بالجزئيه بتاعه الانترميديت ريبريزنتيشن. هيبقى اول سؤالين من اول ثلاثه، واحد تحت، هندخل في الجزء بتاع الاوبتمايز واحنا لسه ما خدناهوش. بالنسبه لاول سؤال، جايب لي الاكسبريشن ده وقال لي اعمل لي الداك بتاعه اللي هو دايركتد سايكليك جراف، مساله الجراف. جميل جدا، هي مساله طويله لكن فكرتها بسيطه جدا، ممكن يعني حتى ممكن من غير ما احلها الناس تحلها ما دام فهمت السلايد. فاحنا بس كلنا نعمله، احنا ان شاء الله نحاول نفهمها سوا مع بعض، نحلها سوا كده عشان يعني ممارسة يعني ليها وعشان تثبت في الدماغ. تمام، فأول حاجة في المسألة كأولويات الأقواس، واتفقنا على ده من قبل كده. فالقوس الكبير ده جواه 3 4 أقواس. تمام، هنبتدي من الشمال اليمين، فخدنا أول قوس ده هيبقى 1. تمام، هبص شوية في شكل الشيت عشان نحل المسألة دي، بس مش فيها ممكن نمسح كل حاجة من جديد. تمام، ما دام ده 1 يبقى أي حاجة أي قوس زيه بالظبط يبقى برضو 1. زي ده كده 1، وده برضو 1. جميل جدا، 1 ده هيتطرح من ايه ولا هيتجمع ايه ولا هيتعمل بيه ايه؟ ما فيش دلوقتي، ده 1 خلاص. خلاص تمام، نكمل. هنلاقي فيه قوس تاني كبير اهو، جواه قوسين، واحد منهم خلاص بقى 1، التاني اكس ماينس 2 هيبقى كام؟ 2. تمام، بعد كده الضرب ما بين القوس ده والقوس ده عشان اقفل القوس الكبير الكبير اللي احنا شايفينه ده، هيبقى كام؟ 3. تمام، بعد ما قفلت ده اروح طارح. قبل ما اطرح اي حاجه لازم اخلص علامات الضرب الاول، بعد كده ندخل على الماينس والجمع والكلام ده. هيبقى عندي هنا اكس ماينس واي، دي برضو 2 زي دي. تمام، طب وحصل ضربهم هو برضو 3 زي ده بالظبط. تمام، ليه ما قلتش 4؟ لان الترم ده كله على بعضه متكرر فينا اهو، كرر هنا نفس الترم بالظبط فمش هكرره. تمام، فواحد واتنين خلاص اللي اتعمل قبل كده هو نفس الأرقام، 3 و3. بعد كده خلص اللي عندنا هنا، عندنا 1 و3 هيطرح من بعض، 1 و3 و4. بعد كده آخر حاجة الترم الكبير ده كله هيتجمع على الترم الكبير اللي هناك ده، هيبقى كام؟ 5. تمام، عشان نرسم التري بتاعتها، بص نشوف التري بتاعتها مرسومة ازاي. الانسر بتاعنا هتلاقيها ماشيه بنفس الطريقه دي، حتى ممكن نرجع نبص عليها. هو الرسم ده عندنا اكس وواي، اول عمليه عندنا البلس دي هتبقى 1. تمام، بعد كده في الطرح هتبقى 2 اللي هي دي اكس واي طرح اهي، السهم والسهم طالع من اكس واي، وادي العمليه والسهم طالع من اكس وطالع من واي، وادي عمليه الجمع، دي 1 ودي 2، 1 و2. بعد كده انا ضفت ده 3، شوف 3، ادي عمليه الضرب اهي، الطرح والجمع مضروبين في بعض. جميل، بعد كده في هنا ده خلاص الضرب ده 3 مش هتكرر تاني. بعد كده في الأربعة، بعد كده في في عملية الطرح دي، هاي الطرح 2، أو لأ ده مكانش 2، ده كان 1 1 و3 مع بعض، 1 و3 هيطرحوا من بعض، دي واحد اللي هي عملية الضرب، آسف دي 1 أهي عملية الجمع، وأدي 3 اللي هي عملية الضرب قوسين كبار دول، هيطرحوا من بعض يديني 4، أدي 4 أهي. وآخر حاجة خالص الضرب اللي جاي من هنا، تمام، اللي هو كان 3 هيتجمع على 4 يديني 5. تمام، يبقى آخر حاجة خالص عندي اللي هي الطرح، عملية الطرح وعملية الضرب على بعضها، 3 و4 دول هيتجمعوا على بعض هيديني رقم 5. الرؤوس بتاعت الأرقام دي أساسا هي العمليات، يعني أنا لو عاوز
اكتب بدل واحد دي العمليه هكتب زائد هنا، انا هكتب بدل واحد دي زائد، انا هكتب ناقص، وهنا هكتب ضرب، وهنا هكتب طرح، وهنا هكتب جمع، وهنا هكتب ضرب، تمام زي ما انتم شايفين. بس انا حطيتهم ارقام عشان يعني عشان نمشي 1 2 3 يعني، عشان نطبقها خطوات 1 2 3 هنرسمها ازاي، تمام بس مش اكتر. بالنسبه للمسائل الجايه نشوفها ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.